على هذه الكأس الغالية في مهرجان كؤوس الملوك. سعدني في هذه اللحظات أن يكون معي صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، عاد الأبيض والعود أحمد وسمو الأمير في مهرجان وكؤوس الملوك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي لك الحمد والشكر. مناسبة مثل هذه غالية، كل مالك خيل وكل مدرب وكل خيال وكل سايس حتى يتمنى أن حصانه يكسب جائزة من هذه الجوائز، فربي لك الحمد والشكر. وأنه وصلنا يعني مستويات السباقات اليوم في المملكة صارت منافسة قوية جدا، وليس فيها هناك حصان أو فرس مرشحة أنها تكسب، لكن النتائج دائما تبهر في نهاية السباق. يا ربي لك الحمد والشكر، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله نكسب بعد في سباقات قادمة إن شاء الله. سمو الأمير غابطة اليوم كانت بطلة في هذا الشوط تحديدا، شاهدنا محمد الدهام، شاهدنا غابطة من الخارج، يعني كان سباقها اليوم جدا جميل، عكس مستوى غابطة وتجهيزها في الرياض حتى وصلت إلى كأس الأمير بدر. ربي لك الحمد والشكر. المستوى اللي طلعت عليه الفرس، مع أني حية تكلمت، وبهذه المناسبة أنا يعني أبارك للمدرب القدير الكبير سعود برزيق، اللي الحمد لله أنه فرس راكضة الأسبوع اللي فات وكسبت، وطبعا تعرف أنها ما كان عندها ريت، لما كسبت الأسبوع اللي فات أخذت الريت اللي أهلها أنها تشارك في هذا السباق. البارح في الليل أتكلم أنا وياه وكنت أقول له يا سعود الفرس راكضة الأسبوع اللي فات، قال لا إن شاء الله إن شاء الله أنها ما عليها، والحمد لله رب العالمين انها بيضت وجهه ووجهنا كلنا ان شاء الله. بالتاكيد سمو الامير، يعني غابطه اليوم كانت مثلت الاسطبل الابيض خير تمثيل، تدبيلها اليوم يعني ما اثر عليها رغم مشاركتها الاخيره، ولا تنسى المشاركتين الاخيره سمو الامير كانت متاخره شوي، اليوم ما شاء الله تبارك الله حققت المطلوب بجهدها الكبير، ومن الخارج وانت اخبر سمو الامير من الخارج بيكون صعب عليها. شوف أخي فيصل، بالنسبة لليوم السباق اللي حنا نشوفه في الميدان، نحن نعتقد الحقيقة أنه السيدة أو الأرض يمكن تكون أخف من برا، حتى عشان كذا نشوف أغلب الخيل اللي تجي تشارك من في نهاية يعني تدخل دخول تلاقيها دائما تأخذ من برا لأنها صحيح. ما تقدر تدخل من جوا، فالحمد لله رب العالمين. اليوم السباق يعني كان يعني الفرس حنا متوقعين أنها فرس إن شاء الله ممتازة، والحمد لله رب العالمين في هذا اليوم في هذا السباق، سباق يعني شوط سيدي الأمير بدر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، اللي له باع طويل في الخيل وله فضل كبير في الخيل، فيعني يسعدني أنا وأخواني وأسطبل أبناء أخواتي أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز أن يعني نحقق هذا الشوط. وطبعا يعني شوط مثل هذا أهديه لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله عليه، صاحب الايدي البيضاء علينا، والله يغفر له ويرحمه ان شاء الله ويسكنه فسيح جناته، والحمد لله رب العالمين انه اليوم حنا شفنا الاسطبل الابيض حقق هذا الفوز. اخيرا سمو الامير، راضي على الاسطبل الابيض؟ العوده اليوم بتكون هي نقطه التحول ان شاء الله مع بدايه هذه الموسم. انا صادق في تعابيري، فمعليش تحملوني المدربين يتحملوا شيء، انا ماني براضي عن نتائج الاسطبل الابيض، لكني ليه؟ لأني عندي أمل أكبر إن شاء الله في الإسطبل الأبيض أنه يحقق نتائج أفضل وأحسن، لكن الحمد لله رب العالمين سباق مثل هذا على الأقل يرجع الروح المعنوية لإسطبلنا كله بشكل عام ولخيل الإسطبل الأبيض، إلى أنها إن شاء الله نتأمل فيها في السباقات القادمة إن شاء الله تحقق نتائج أفضل. كلمتك البطل محمد الدهام اللي اليوم خدم نفسه بنفسه بهالشوط. أنا قلت لمحمد الدهام، قلت له لا يمكن تكسب إلا بهالقميص اللي أنت لابسه، فيعني الحمد لله رب العالمين. شكرا لك سمو الأمير. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا حديثنا مع صاحب السمو